شحال كرموس؟ ها؟ شحال كرموس؟ عشرة دراهم. انت شحال البن عندك؟ 150. ها؟ شحال؟ 150 كيطر ونص. وشد البن يلاه ماخذه ولا؟ والله لا. جديد هذا اليوم. ايوا تاخذ الكرموس تاخذ التليفون تاخذ البن سيري الله حفظ ها البينا ها الكريميسه ها البحار صحتك لا لا ما غاداش اليوم تهيت عليكم البنات غادي انت. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم فيديو جديد ونهار جديد بطبيعه الحال. كيف ما كتشوفوا معايا بديت لكم بالشهيوات هما الاولين. هنا البنات عرضوا عليا بنات خالتي كاينين في جديده، جاو يدوزوا العطله ديالهم وعرضوا عليا. مشيت عندهم كيف ما كتشوفوا هنا، وصلنا تقريبا نقول لكم البنات مع هذيك تقريبا 9 الليل لقيناهم مجدين هاد العشيه غزاله غزاله بزاف البنات. الدجاج لذيذ لذيذ الله يعطيك الصحه. بصراحه دوزنا معاهم وقيت زوين زوين بزاف. من بعد ما وصلنا عشينا البنات صافي نعسنا، يعني ما عندنا فين نخرجوا. الغد ليه الصباح غادي نشارك معكم ان شاء الله النهار ديالي كله. غادي نمشيو للبحر. ودابا البنات الصباح هذا من بعد ما فطرنا صافي جينا للبحر ديال سيدي بوزيد، لقيناه البنات عامر بزاف عامر، يعني ما كاينش فين غادي. انا واخا كنا في لتحت في البحر ولكن ما قدرتش نصور، يعني صافي طلعنا الفوق طلعوا الدراري كيدوشوا، كاين واحد البلاصه كيدوشوا فيها، عاد بقيت كنصور لكم من الفوق هكا كيف ما كتشوفوا معايا. عرفتوا نهار الحد تيكون عامر بزاف البنات. صافي هنا البنات من بعد ما غادي يدوشوا الدراري صافي غادي نمشيو باش نتغداو. غادي نمشيو نتغداو البنات في واحد البلاصه كاينه في الملاح، بالنسبه للناس اللي في الجدار غادي يعرفوا الملاح. واحد السيد تما كيصوب البنات الحوت زوين زوين بزاف، شكراتو لي بنت خالتي، وفعلا البنات عنده الحوت نقي، عنده زوين داكشي وثمن مناسب، يعني عنده داكشي زوين ونقي. قبل ما نمشيو نتغداو البنات بغيت نقول لكم على هاد بنت خالتي زاهره، كتسكن البنات في فرنسا بالضبط كاينه في مدينه بوردو. كدير البنات جميع انواع ديال الطياب، ممولات حفلات كدير داكشي زوين زوين البنات. اقسم بالله البنات الا هنا كاينه هنا في المغرب وتعيطوا ليها الناس باش تصوب ليهم الفسطيله، واحد الفسطيله عجيبه شي حاجه زوينه زوينه بزاف، وغادي نشاركها معكم حتى هي ان شاء الله. ما حد داكينا هنا، غادي نستغل الفرصه يا اما غادي نمشي عندها ولا نعيط لها تجي عندي وغادي نصور معاها ان شاء الله ضروري. غادي نخلي لكم انستغرام ديالها في صندوق الوصف، سيروا عندها البنات وهكا جيبوا دويره عندها في انستغرام ديالها، اللي بغى يعيط لها يعيط لها تواصل معاها. كيف ما قلت لكم الطياب ديالها البنات شي حاجه زوينه زوينه بزاف، شي حاجه الطوب كطيب البلدي، الطياب البلدي الطياب العصري اللي بغيتوا البنات. اقسم بالله البنات الا الطياب ديالها لذيذ لذيذ بزاف بالنسبه للبنات اللي كاينين في بوردو وبغاو يتواصلوا معاها مرحبا. كما قلت لكم غادي نخلي لكم انستغرام ديالها في صندوق الوصف. ودابا هنا البنات هذا هو مول الحوت اللي قلت لكم. كيعطينا اول حاجه كيعطينا هذيك لاصوب اللي شفتو، هذيك لاصوب كيعطيها لينا مع البلا ديال الحوت، مع هذا البلا اللي كتشوفو ديال الحوت. الصراحه عنده الحوت زوين زوين بزاف البنات، الحوت عنده نقي زوين، ولكن لاصوب ديال هذاك انا ما عجبتنيش بزاف، فيها بحال فيها واحد المذاق بحال المذاق اللي كيديروا في البلول ديال الببوش، انا ما عجبنيش، ولكن الحوت زوين بزاف غزال. كيف ما كتشوفوا هنا كل واحد شنو خدا، كي اللي خدا الحوت كي اللي خدا بيتزا، كل واحد وشنو بغى ياخذ. وصافي البنات صافي غادي نشارك معكم النهار ديالي كله البنات. من بعد ما تغدينا غادي نشارك معكم واحد الخريجه البنات خفيفه هكا، جبنا دويره هكا عاد مشينا للدار. والغد لي ان شاء الله عاوتاني غادي نشارك معكم نهار جديد من طبيعة الحال، وغادي نمشيو عاوتاني للبحر. غادي نبارطاجي معكم اي حاجه البنات، فما تنساونيش من لايكات وتعاليق ديالكم الزوينه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. Thank you.